ايه النهارده اللي بنفتتحه ان شاء الله اللي هو فرع العمار؟ عشان الناس اللي بتسال، انت هتخش المدخل الاول من العمار. اول ما تدخل قول فين فيلا خالد علام. فين فيلا خالد ايه؟ علام. هتيجي جنب الفيلا هتلاقي جامع اسمه جامع الايمان، احنا جنبه على طول. تمام، ده تالت فرع ليكم ان شاء الله، ومش هيبقى الاخير باذن الله. باذن الله الاسبوع اللي جاي بجام في شبرا، ونازل شبرا بالذات، الا بقى عروض شبرا عندي وبجام، الا مرمطه ده هنتفرج. احتمال الاسعار تنزل على الشنات بتاع فرع بجام وشبرا ده بقى باذن الله ان شاء الله على كل الفروع ان شاء الله. وعقبال الفيديو الجديد من مكان تاني جديد برضو يا ابو سيف، وشكرا لكل العروض اللي بتعملها. تحت امرك، تحت امرك يا ابو سيف. شكرا، تحت امرك يا فندم. نورتينا يا ام مكه. يا جماعه مفيش عندي قناه بتنزل شغل الا قناه يوميات مكه. لو سمحتوا انا عايز منكم حاجه صغيره، وانت فعل الجرس واشترك في القناه. حبايب قلبي، النهارده مع ابو سيف فيديو جديد ان شاء الله افتتاح فرع العمار. كنا معاك في اول فرع اتبنى، والنهارده تاني فرع نفتتحه معاك برضه فرع العمار. مبروك يا ابو سيف. نوري المفاجاه الجايه بقى ان شاء الله. كبرى الخيمه ان شاء الله بجام باذن الله. باذن الله نازلين بجام يا جماعه ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله رب العالمين. مبروك على الفرع الجديد وعقبال الفرع ال 100 ان شاء الله. بسك والله يا احلى قناه. الله يخليك، الله يخليك يا ابو سيف. وهنشوف برضه الاسعار. المحل هنا بص عايز اوريكم ما شاء الله مليان كميه ناس. لسه النهارده الافتتاح، والف مبروك وعقبال الفرع المليون ليك باذن الله. هنشوف برضو ايه اللي نزل هنا عند حبايبنا هنا في العمار، نشوفه برضو بالاسعار والخامات زي ما تعودنا مع ابو سيف. ماشي، شوف هنبدا باول حاجه معانا ان شاء الله رب العالمين. ادي الترنج الايه؟ بسم الله ما شاء الله. ده مقاس كام يا ام مكه؟ 16 سنه. ده يلبس 16 سنه، سايز 16. بصوا الخامه حلوه وباين عليها مبطنه. قطن صافي وبره داخليه قطن عشان جلد ولادي. حلوه جدا. امسك لينا برده يبان شكله الاول كده. ده تلبيس لحد 16 سنه. عامل كام ده بقى يا ابو سيف؟ ده يا باشا كل الدنيا بتبيعه بره ب 200 جنيه، عندنا عامل 125. 125 جنيه ترنج يلبس لحد 16 سنة. 16 سنة. بص ما شاء الله حجمه كبير جدا. أنا عندي هنا مش طباعة. بص يا أم مكة. بص هوريها لكم برضو. دي قطيفة فوطة، خلي بال حضرتك. اه قطع قطيفة فوطة، اه باينة جدا. حلوة قوي دي يا أم سيف. تمام كده يا فندم؟ تمام. ألوانه موجودة برضو. جميع مقاساته. ألوان في أربع مقاسات. اه ما تنسوش بقى، ما تنسوش. اه كل الترنجات أربع ألوان وأربع مقاسات موجودة منها. تمام يا ست. تمام. 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 أدي أول قطعة عندنا موجودة. عندي الترنج البول. ترنج بول. ايه الترنج البولو؟ الترنج البولو نفس الخامه. امسك كده يا فندم، نشوف الخامه بس. هي هي نفس الخامه. بص طبعًا. عشان نتعلم في حاجه اسمها ايه في السوق يا حبايب قلبي، ما نفرحش ان انا بجيب ترنج مثلا من بره ب 60 70 جنيه. نتعلم البلوش، وفي حاجه اسمها القطن الايه المخلوط. تمام، ابعدوا عن الحاجات دي عشان جلد عيالكم. الفارق، انا قربت لك الفارق ما بين الخامه النظيفه والخامه التعبانه. تمام، قربت لك فارق السعر. كل ده عشان ايه؟ عشان تلبس حته نظيفه لعينه. افرد لنا بقى شكله كده نشوفه. برضو اربع الوان اربع مقاسات. اربع الوان اربع مقاسات. وسعره؟ السعر بتاعه فخم، من اربع سنين ل 10 سنين بكام بقى يا ام مكه؟ 100 جنيه. 100 جنيه. طب افرده لنا عشان يبان شويه يا ابو سيف. عيوني عيوني. انت شلته على طول ليه؟ اهو يا ست. لا ارجع لورا عشان يجي كله. تمام كده. وبصوا له زنطة برضو من ورا عشان تبقوا عارفين. بصوا تمام، اربع الوان واربع مقاسات. ده مقاس اربعه. ده مقاس اربعه يعني وسط. ده مقاس وسط. تمام يا ابو سيف. تمام لحد 10 سنين. لحد 10 سنين موجود. تمام كده. بص انا بعلي صوتي عشان ما شاء الله المكان هنا مليان ناس. بسم الله ما شاء الله. عشان يبان معايا بس الصوت. نيجي هنا كده برضو، خليكي زي ما انت، اجيب لك بقى الترنج اللي كسر الدنيا وحطم الدنيا في مصر كلها، وبدا ينطلب على فكره منا في الدول الخارجيه. انا بصدر منه الكويت والسعوديه دلوقتي. تمام. افرجك دلوقتي ده. اه الزرافه. كتير خدوا منه وشكروا فيه جدا. هو بيني وبينك هو موديل تحفه. اه الموديل بتاعه حلو قوي. حلو جدا ده. مقاس سنه واثنين وثلاثه. سنه واثنين وثلاثه. ده سنه. ده تلبيسه حلو يعني سنه أوه. وتلبيسه حلو قوي عشان ما بنكذبش. بصوا ده سنه اهو. ده مقاس واحد. ده مقاس واحد. اه مقاس واحد منه. ده عامل كام دلوقتي؟ 75 جنيه زي ما هو. 75 عمري ما هغليه. برضه اربع الوان واربع مقاسات. اربع الوان اربع مقاسات. تمام، اربع الوان واربع مقاسات اهو. تمام ظرفه. تمام تمام. معلش يا يوسف ابتدي ده حبيبي. تمام، نيجي بقى لايه؟ اه
ودي للقطة. قطة يا قطة. ودي لك كتير جدا النهاردة. اه القطة ده حلو برضه. حلو جدا ده. 4 6 8 10. 4 و 6 و 8 10. ده مقاس 8. ده مقاس 8. تمام؟ حلو تمام. ايه؟ الخامة تهمني جدا. الخامة كويسة جدا برضه. يا فندم. أنا لما تكون الخامة كويسة تلاحظوا إن أنا بقول لكم في الفيديوهات برضه معانا. حلو جدا سمارت برضه. مصنع سمارت. مصنع سمارت أبو آدم حبيب قلبي. تمام. تمام؟ أربع ألوان وأربع مقاسات، سعره؟ السعر بتاعه 100 جنيه. خلاص هتعودنا. بص بقى عشان تريحوا الضغط خالص من الاسعار. مقاس 1 2 3 دي بكام؟ ب 100 جنيه. 75. 75. ركز بقى. تمام. المقاس الصغير 75. الصغير اللي هو ايه لحد 3 سنين. تمام. 4 6 8 10 بكام؟ 100. طيب 12 14 16 125. اتفقنا يا باشا كده؟ تمام. مش هيسالوا في الاسعار تاني؟ لا تمام. نضرب نار يا جماعه. ماشي. تمام كده يا باشا؟ تمام. طيب نيجي ايه تاني؟ تعبان. نيجي ايه تاني بقى؟ نخش على اللي جاي ده طلقه. عمال اقول الاسد راح فين. اه الاسد ده حلو قوي برضه. رجعنا ورا شويه. واحد اثنين ثلاثه. لا ده انا عايز اقرب لسبب. اه هقرب لهم برضه واوريهم برضه. بصوا هو فرو من هنا زي الشعر كده. اه حلو قوي. ده مقاساته ايه؟ واحد اثنين ثلاثه. واحد واثنين وثلاثه. ده اللي على العيال الصغيره قوي. تمام حلو قوي. بكام؟ 75. 75 تمام. 1 و2 و3 ب 75 جنيه اي موديل. وبرده بصوا هنا في رسمه برده على البنطلون لايون كينج. اسد الملك لايون كينج. تمام. في معانا ايه تاني للاطفال؟ اتفضلي يا حضرتك. السحابه لبنات المكتكتين. السحابه. السحابه لبنات المكتكتين. دي كبير عليك طويل عليك شويه صح؟ اه حلوه قوي. اربع الوان واربع مقاسات. تمام. مقاساته كام؟ 1 2 3 2 3 ب 75 جنيه. 75 جنيه. برافو عليك يا ام مكتك. تمام. برافو عليك كده. الاسعار ثابته 1 2 3 75. تمام كده يا باشا؟ تمام. بنوريكم بس الموديلات الموجوده من الاطفال عشان كل اللي سال على فيديو الاطفال. والحاجات دي موجوده برده في بنا وفي كفر شكر. موجود في بنا وفي كفر شكر برده. بس احنا النهارده في العمار بقى عشان افتتاح الفرع الجديد. اوعى ايدك من الريموت كنترول. تمام. حلو قوي ده. عامل كام ده يا ابو سيف؟ 125. برافو. صح؟ ايه ده؟ تمام. برافو عليك. اه ده المقاس الكبير عامل 125. بصوا في استرس برضو على الكم عشان يبان معايا. لا وايه بقى؟ استرس هيدروليك ما يطلعش في الغسيل. اه تمام. عشان يبقوا فاهمين. حلو قوي. اربع الوان واربع مقاسات منه 125 جنيه. تمام. لو عندك سدان يبقى عندك الدرجه دي، يبقى عندك سدان يبقى عندك. طيب. اوعى للوحش اللي جاي. بصوا ده حلو قوي برضو. ده ب 125. تمام. تمام. وزنت اربع الوان برضو موجودين منه واربع مقاسات. حلو قوي ده. 12 14 16. اه ده بناتي كده حلو مش اطفالي ده. تمام. ما يتحسبش اطفال. حلو قوي. تمام جديد ده برضو. تمام. البنطلون بتاعه اسمر وبرضو فيه حته رصاصي من الجاكيت. وبرده هنا الفرع فيه مفروشات وفيه بطاطين وفيه كل حاجه وفوط وكل حاجه. تمام. وزي ما قلنا المفروشات بتاعتنا وجمالها هطلعك. تعالي يا ام مكه ممكن نلضمها معاها بقى. تمام. برده يبقى الناس ايه يا محمد مع الحاجه كده. مع انت عارف الاسعار يا حسين. ده انت قاسي. انا مش قاسي. عايزين نعمل عروض حلوه. بص يا باشا. تمام. حافظ السجاد التركي الاصلي الاثنين في ثلاثه اللي بتتباع بره في اي حته ب 280 300 جنيه. احنا الوحاد في مصر كلها بنبيعها ب 200 جنيه. ب 200 جنيه الحافظه التركي 2 في 3. تمام. طب والمقاس الصغير؟ نعم. في مقاس الوسط. الوسط عامل كام؟ متر و60 في 2.5 ل 175. متر و60 في 2.5 ب 175. حلو سعرها. تمام كده يا باشا؟ تمام. طيب واحده بقى عايزه القطيفه والظهر المحبب عشان ما تتزحلقش. اه اللي هي بتاع السيراميك بقى. اه بتبقى جايبه العصير كده وخارجه من المطبخ وداخله على جوزها فتخاف تعمل كده تقوم واقعه. مع انها لو وقعت يقول لي يسندها. بس بكام بقى دي؟ اللي هي دي بص 100 جنيه بس. اه اللي هي القطيفه اللي طالعه جديده اللي هي الحفر. مش دي حفر اللي هي بتبقى حفر. بص اوريكم بس في قطعه منها باينه حفر برضو عشان تبان. دي عامله 300 جنيه بس. ايوه حلوه جدا دي برضو. دي مترين في ثلاثه. ايوه دي 2 في 3 عامله 300. 100 جنيه حفر في الايه؟ اه الدفايه الحفر. حلوه جدا برضه. ده 180 بره. اه 150 لما يقولوا لهم انا حنين عليك. يعني دي ب 100 جنيه. دي بتاع السرير الكبير 100 جنيه. تمام. حلوه جدا. تمام. تمام. بص شكل العبايات القطيفه. بصوا العبايات برضه احنا ما شفناش العبايات. ما تورينا نفسك كده. اي عبايه ب 100 جنيه؟
ابو سيف واحد بس. اي عبايه ب 100 جنيه؟ ابو سيف واحد بس. طب هوريكم موديلات العبايات. بص ما شاء الله اي عبايه 100 جنيه. خش عليها الحفر وريهم. هوريهم بس شكلها الاول وبعدين هوريهم ايه. يا فوت يا ابني كده مش هينفع. دي 100 جنيه. بصوا اللي هي الحفر وفي منها الوان برضو يا ابو سيف. ايوه في الوان. بص تمام. بص عندي الحفر كله اهو ب 490. بصوا اي عبايه هنشوفها دلوقتي سعرها 100 جنيه بس. بصوا حبايبي اي عبايه من دول سعرها 100 جنيه. بص يا باشا حلوه جدا وموجود منها برضو الوان كتير والمقاسات موجوده حلوه قوي.